احتفى مطار البحرين الدولي بمواطني دولة الكويت الشقيقة القادمين إلى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني ويوم التحرير لبلادهم. هذا وتشارك مملكة البحرين دولة الكويت الشقيقة أفراحها الوطنية احتفاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، وتعكس واقعا لوحدة المصير المشترك والروابط الأخوية المتينة. وتعد ذكرى العيد الوطني ويوم تحرير دولة الكويت الشقيقة مناسبة لاستذكار عمق العلاقات الراسخة بين البلدين، وما تشهده باستمرار من ازدهار بفضل دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة، حفظهما الله ورعاهما. مشكورين وايد طبعا على الترحيب هذا، ما شاء الله يعني فاجأتونا صراحة، وإحنا بالبحرين ما شاء الله نحس كأننا إحنا رايحين دارتنا الثانية. حلوة الروح الوطنية نشاركها مو بس بالكويت ولكن نحتفل فيها في الخليج كله. الله يعطيكم الصحة والعافية، مشكورين. البحرين شو اسمه قريبة منا وش اسمه ونحبها وهي تحبنا، ووايد حلوة البحرين وجيراننا وأهلنا وكل شيء احب فيها، يعني ما اسمع طبخ اختار على طول. مشكوره اول شيء على الهديه زين اللي اعطيتونا اياها، وباحتفالات العيد الوطني يعني دائما ني البحرين احنا اقرب لنا، وشعبها حلو، انا احب شعبها، شعب البحرين يعني مضياف، وللامانه يعني كرم ضيافه عندكم اخجلنا، للامانه اخجلنا.